وباطل، هذا فتبحث الحديث عنه وقواعده وبروتوكولاته يختلف تماما عن ما نحن فيه الآن، أنه أيهما على حق. هذا بحث لازم نجي نشوف الروايات شو تقول. الروايات هي في نفسها متعارضة على كل حال، مو نجي نطرح حديث واحد نشوف ونمشي وراء حديث واحد، أو نطرح آية واحدة. هي الآيات متعارضة، الآية في المرة تقول الله يتوفى الأنفس، مرة تقول توفته رسلنا. هي بالنتيجة الوفاة بالنتيجة الله يتوفى، يعني يأخذ الروح الرسل. هي الآيات بها القرآن يفسر بعضه بعضا، بها محكم، بها متشابه. بعدين الآيات هي نفسها ما نقدر نأخذ بها، لازم الآية تكون كتاب الله وعترتي، لازم هناك من خوطب به القرآن هذول يفسرون الآيات. بحث الحق والباطل لنروح ننخش فيه، هذا بحث ما له ربط بهذه القعدة أبدا. أما بحثنا أنه إلى أي درجة ممكن الاختلاف مثلا في الكبار يولد تصدع عند عوام الناس، فليولد تصدع، شنو الإشكال؟ شوفوا هناك دائما أكو مصالح ومفاسد، دائما المصالح فيها بعض الإفرازات السلبية. الإنسان لازم لا يقيم الأشياء بحد ذاتها، لازم يقيمها مع جميع أبعاد المصالح والمفاسد. إحنا ما عدنا فتشي مفسدة مطلقة، وما عدنا فتشي إلا الله اللي يعتبر شيء مفسدة مطلقة، الله يعتبر، وما عدنا فتشي مصلحة مطلقة إلا هو الله تبارك وتعالى يعتبر شيء مطلق. مثلا هناك أكو غرض إلهي هو الغرض الأقصى لله، أن الناس يمتحنون، فهاي العفسة اللي موجودة هو الله سواها حتى الناس يمتحنون. هسه البعض من اختلاف نفرين مثلا ينصدمون، هذا صوتهم. الله قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، فتنتك هذه الفتنة يعني شنو؟ يعني امتحان. إن شاء الله الله يرزقنا إن شاء الله هالسنة، وكل سنة نروح للحاج. شايفين الفقهاء يقولون كلهم لازم نطوف وين؟ بين الكعبة ومقام إبراهيم، ماكو مسافة قصيرة. بعدين الرياجيل والنسوان كلهم هني، شايفين شلون عفسة؟ هم يقدر الإنسان مثل التمر، شايفين شلون لما يدحسوا دحس بالش اسمه بالتشيس، شلون رجال ومرأة والرجال هم فصخ لابس إحرام، خاصة جنب الحجر الأسود. الإنسان فجأة يجد نفسه لاصق بإمرأة وما يقدر يتملص 100%. شلون هاي شنو هالطريقة؟ ليش هيك؟ هذا بإجماع الفقهاء. الفقهاء يقولون إذا أكو عسر حرج وأنت ما تقدر ممكن تبتعد شوي. هذا امتحان. نعم في هذا الامتحان كثير من الناس على كل حال يزلون. وليش الله هيك مسوي؟ كان يقول الحريم يطوفون مثلا من بعيد والريايل من قريب، لا الكل. ومفاسد كثيرة تصير. هسه البعض يجي لبعض الأغراض، البعض ما جاي للطواف بس، خلاص يلصق لصقة جنسون الشكل، ما يقدر يتملص لو روحه تطلع. ما أدري شايفين يمكن لكم شنو هاي الطريقة؟ ليش الله كذي يسوي؟ المرأة طول عمرها متعلمة على البوشية، تجي للحج لازم توخر بوشية. حقيقة صعبة، هذول النسوان الحريم اللي يلبس البوشية يموتن في الحج حقيقة. ليش آخر شنو هاي؟ هو الله مسوي هذه مكون هذه الجريات حتى إذا فد واحد. شوفوا أكو ممكن بعض أوقات في أعماق القلب أكو مرض، البعض بي مرض، عنده مرض في أعماق القلب، هني في هذه حالات المرض يبين. الله تبارك وتعالى يريد، على قولة العراقيين يقول يريد يطلع قياتنا، قياتنا. هاي العفسة مسويها، هاي صدق عفسة الله مسويها هالشكل. على كل حال يدفع هذا حتى في الشعر أكو فارسي مفهومة مضمونة أنه إلهي أنت على كل حال تقول للسبع أنه يركض على كل ورا الغزال
وانت تقول للغزال انحاش، انت تقول للاسد روح امسك اكله، وانت تقول للغزال انحاش. هذه الحالة الموجودة الله تبارك وتعالى كونها في الحياة حتى اذا واحد بأدنى خبث خبث يطلع. اذا ما تصير هذه المواقف جياتنا، جيات ما ادري بشي يسموها باللغة العربية معروفة، جيات يعني اعماق الخايس، الاعماق الفاسدة في الانسان، العمق. الانسان موجود على كل حال معقد، يوم القيامة يجي يقول لا يعني شفت انسان طيب يلا عطني عطني الجنة. الانسان ما يطلع الخياس اذا كان في عمقه بسهولة. فهذه العفسات وهذه الخربطات اللي تصير كل واحد يبين حدوده، واحد 50% خايس، واحد 5% خايس، كل هذا يبين. فهذه غرض امتحاني. فبالي كثير من الناس هم يتخبطون، خلي يتخبطون، هذا يوم القيامة ما عنده حجة عند الله أنه إلهي أنا شفت فلان عالم وفلان عالم اختلفوا. الله يقول أنا أعطيتك عقل، أنت من اختلاف فلان عالم وفلان عالم ليش رحت صرت مثلا بلا دين؟ أعطيتك عقل اختار، كنت تختار أحدهم وبإعمال عقلك فتتم الحجة.